نص نهار و56 دقيقة على موجات إذاعة كابا فيم. رجعنا لكم في حكاية الناس، مازلنا مواصلين تغطية اليوم للقرار اللي خرجته المنظمة التونسية للأطباء الشبان حول قرار إضراب وطني شامل عن العمل والأنشطة الجامعية بكافة المستشفيات الجامعية وكليات الطب الأربعة اللي باش يصير الإضراب هذايا اليوم باش نفهموا أكثر حيثية الإضراب التفاصيل. معنا عبر الهاتف دكتور عمر العباسي، طبيب مقيم في طب العائلة وعضو المكتب الجهوي بصفاقس للمنظمة التونسية للأطباء الشبان. ألو عسامة دكتور. مرحبا بيك. مرحبا بيك أنت. مرحبا بالمستمعين الكل. يعيشك. اليوم الإضراب اللي دعيتوا له أنتم كمنظمة تونسية للأطباء الشبان، شنية خلفيته وشنية أسبابه؟ خلي المستمعين يفهموا أكثر. دونك نعاود نفكر اللي هذي التحرك الاحتجاجي الثاني بعد إيقاف احتجاجي للعمل صار نهار الأربعاء 1 فيفري 2023 اللي زوز في إطار حراك جاي على خلفية حاسة أليمة اللي هي مرت بها زميلتنا طبيبة مقيمة واللي قامت بمحاولة انتحار. جيت في إطار أنها طالبت حقها الشرعي والصحي في ان كونجي دو مالادي اللي هو معناتها كان مفسر ومسبب معناتها فيه الاكسبليكاسيون، الا انه معناتها الشيفت سيرفيس عرفها المباشر ما رفض من انه يمدها بالكونجي هذايا وضغط عليها وقال لها معناتها راهو سيتي ان كونجي دو ان موا وقال لها تي دي باس با لي دو سيمين نهار زيد فوق لي دو سيمين راهو توغا ان ستاج نون فاليدي واللي هي اكبر واخيب كلمه تنجم تتقال لان ستاجير اون ميدسين على خاطرها الكلمه هذه وراها برشا تعب وبرشا تعسف وبرشا ضغط وراها توت ان ستاج دو 6 شهور اللي هو باش يتعاود. وجدير بالذكر انه الكونجي دو مالادي اللي خذيته سيتي ان روبو خذيته على خاطر هي تعاني من اكتئاب ومن اضطرابات نفسية وسيتي يعني معناتها لو روبو البروفيسيونيل اللي عطاه لها الطبيب نتاعها يدخل في اطار البريز اون شارج ميديكال نتاعها، يعني كأنه الدواء اللي يلزمها تاخذه كأنه انسان يستحق الدواء ابانديسيت مثلا زايده واخذ عليها اوبيراسيون واخذ روبو سي لا ميم شوز. دونك كيما انسان كيما يخش الروبو نتاعو كامل ابخي اون اوبيراسيون ينجم يعمل تعكرات بالنسبه لحالته الصحيه بالنسبه للجرح نتاعو ينجم يتحل ينجم يتعفن ينجم يصير له مشاكل، كيما الانسان اللي خذا روبو على خاطر حالته النفسيه ما تسمحلوش انه يمارس العمل نتاعو كي يقصي على الروبو نتاعو ما ياخذوش كامل ويرجع للعمل نتاعو ما كان الا انه الحاله النفسيه نتاعها زادت تعكرت والنتيجه كانت فظيعه وفظيعه جدا وكانت فاجعه اللي هزت صفوف جميع الاطباء الشبان في المستشفيات بتاع الجمهوريه الكل أكيد. واللي خلتهم الكل متعاطفين ومتفهمين القضيه اللي زميلتنا ما هي الا دليل عليها وانما ما هيش هي القضيه المحوريه ما هي الا لون مانيفيستاسيون ما هي مظهر من مظاهر القضيه الاصل. اليوم صار الوقفه الاحتجاجيه او الاضراب اليوم بالضبط كما قلت لك هي الواقعه صارت في اخر جانفي 25 جانفي. رد الفعل بتاعنا الاول كان ايقاف احتجاجي للعمل يوم 1 فيفري واللي على اثره قمنا بجلسه معناتها تشاوريه مع وزاره الصحه في اطار النظر في المطالب اللي احنا رفعناها ونظرا لعدم التجاوب تعدينا بيان سور للخطوه الثانيه اللي هي كانت الاضراب اليوم اضراب عن العمل كامل اليوم بكامل المستشفيات الجامعيه. خلينا نرجع شويه على المطالب اللي رفعتوهم بالضبط، خلينا المستمعين يفهموهم شنو ما بالضبط. اكيد المطالب كانت تتمثل في خاصة تتمحور خاصة حول 2 من المطالب اللي احنا نسميهم الأساسية والأولية واللي هي أول حاجة رد الاعتبار لزميلتنا وفتح تحقيق جدي في معناتها مجريات الحاسة اللي صارت وتحديد المسؤوليات الحقيقية بالنسبة للتعكر الصحي اللي صار لزميلتنا
والحاجة الثانية واللي هي المشكلة الأصلية، لأنه كما فكرت وقلت اللي صار لزميلتنا ما هو إلا ظاهرة من ظواهر المشكلة، فيجبنا نستأصلوا المشكلة من أولها، واللي هي لو سيستيم اللي يخلي الطبيب الشاب عرضة للضغط أو للتهديد، وعرضة لأنه يعمل حوايج ماهوش سيبوزي يعملها، يخدم ديتاش ماهوش خدمته، يخدم فوق طاقته، يخدم دي جارد أكثر من نومبر القانوني وأكثر من عدد الساعات اللي تستحمله الطاقة البشرية أو اللي يستحمله المخ البشري. هذا الكل يصير تحت سيستم مبني على أنه أنت الستة شهور اللي مش تعدين في السيرفيس هذاك ما قالهم كلمة ستاج فاليدي ولا نون فاليدي، اللي هي تتعطى طريقة في أغلب الحالات إذا كان مش تاخذ ستاج نون فاليدي ما يتمش تفسيره، ما يتمش النظر فيه بطريقة موضوعية، وإنما يتخذ فيك القرار نتاع ستاج نون فاليدي وإلا ستاج فاليدي بكل بساطة، وتلقى روحك أنت تعاود ستاج هذاك. دونك لو سيستيم هذايا اللي يخليك أنت تحت الضغط، احنا جينا اليوم كيما نهار الأربعاء اللي فات البرومي فيفري جينا ننتفضوا ضد السيستيم هذايا، اللي نحبوا ونطالبوا أنه عملية الفاليداسيون نتاع التربصات نتاعنا احنا كأطباء شبان كأطباء متربصين في المستشفيات الجامعية، عملية الفاليداسيون المصادقة على التربصات تصير من هنا وغادي بطريقة أكثر موضوعية سلون حوايج اللي هما ديزوبجيكتيف واضحين يخليو العملية هذه ما يصيرش فيها حتى لبس، ويخليو العملية هذه ما عادش تشكل مصدر نتاع بوفوار تاع أي إنسان عليك. دوكو انت تنجم تخدم خدمتك مرتاح اون دور دو توت بريسيون والا اغريسيون والا ارسيلمون بروفيسيونيل والا اي نوع نتاع توكسيسيتي في ان ميليو دو ترافاي. الاطراف اللي شاركت اليوم في الاضراب هذايا كلي شكون؟ ما في السؤال. الاطراف المشاركه الاطراف المشاركه في الاضراب اليوم، الأطراف المشاركة في الإضراب، نعاود نفكر منظمة توفير أطباء الشبان هي منظمة منظورينها ينتميو إلى ثلاثة فئات اللي هما احنا نسميهم ليزكستيرن ليزانتيرن إلي ريزيدان، يعني طلبة الطب من السنة الأولى للسنة الخامسة طب، وثم المتربصين الداخليين في الطب اللي هما يجيو السنة السادسة طب، وثم المتربصين المقيمين ولا الأطباء المقيمين اللي هما أبارتير من السنة السابعة وصولا الى السنه العاشره والحداش بالضبط، يعني كل من هو في اطار الفورماسيون نتاعو معناتها مازال في طور التكوين كطبيب شاب. تفاعل السلطات المعنيه شاركت سامحني اي تفضل، الاطراف اللي شاركت في الاضراب سيتي مختلف الفئات اللي كنت بالضبط نحكيو على تفاعل مدى تفاعل السلطات المعنيه اليوم معاكم مع مطالبكم مع الدعوه على الاضراب العام، هل فما تفاعل ام لا؟ اما باش نكونوا مع مصداقيين ثم نوع من التفاعل لكنه ماهوش من الجديه بما يكفي، لانه ثم دعوات للاجتماع هيجا نجتمعوا هيجا نحكيوا، يعني للحوار الى طاوله الحوار، الدعوه الى طاوله الحوار، وقعت الدعوه الى طاوله الحوار، لكن مالوريزمون الاجتماع مثلا اللي صار المره اللي فاتت سيتي سون بي في دو ريونيون، وقت طلبنا ان بي في دو ريونيون ما وقعش المد بحضر جلسه، وقع طلب اجتماع البارح في الليل مخر معناتها فان جورني، والهدف نتاعو اللي كان اكثر منه للملمة الأسئلة المسألة أكثر منه اللي إيجاد حلول، يعني أنه ثم اتصال حاجة به، ثم طلبات اجتماع، ثم بادرة متاع حوار وإحنا مستعدين بيدنا للحوار في كل لحظة وفي كل وقت، لكن المطلوب أكثر جدية في التعامل وأكثر الأهم الجدية وإنما الفاعلية في تحقيق الطلبات المطروحة على الطاولة. المرحلة القادمة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبكم أو يتم الدعوة جديا لطاولة الحوار ونقاش نقاط المطالب بصفة جدية، شنية الموقف اللي من بعد باش تتخذوه؟ الموقف اللي مش تتخذوه مش ينطبق معناتها مش يطبق البرانسيب نتاع الحقوق تفتك ولا تعطى. الكلمة هذه تعني أنه إحنا ما حيش باش نسلمه، يعني نحو التصعيد نقوله لهنا،
ما نجمش نقول لك بالضبط نحو التصعيد ولا لا، خاطر احنا مش نكونوا على مستوى الاتصال معناتها مع الاطراف المعنيه، معناتها رد الفعل بتاعنا الخطوه المقابله الخدمه القابله بتو مش تكون في مستوى درجة التواصل. إذا كان خلال تواصل طيب ودرجة التفاعل مع السلطات على حسب بالضبط أي. اليوم الخطوة القادمة بشكون على حسب مدى التفاعل السلطات المعنية مع مطالبكم ومع اقتراحاتكم وحلولكم. Exactement. بالضبط. هذا دائما تصديقا لمبدأ أنه إحنا ما حنش باش نسلموا في حقنا مهما كان، وانما باش نكونوا زاد منطقيين وواقعيين في التحركات نتاعنا. ما حناش مشرطين، ما حناش رافضين للحوار، ومستعدين لايجاد حلول في اقرب واحسن وقت. بالضبط. نخلي لك كلمه الختام لك، انت شنو تحب تقول باش نختموا معك؟ كلمه الختام تري رابيدمون نقول اللي القضيه نتاع اليوم ماهيش قضيه انسان وحده، ماهيش حاله معزوله. القضية تخص منظومة كاملة، والمنظومة هذه تصليحها يمر بمجموعة من المراحل ومجموعة من القطاعات وعدد كبير من الأطراف المتدخلة اللي الناس الكل انتريسي بالحاجة هذه. مشكلة طبي شبه رأوا حقيقة جميع العباد اللي تخدم في المستشفيات العمومية انتريسي بتصليح المنظومة وبتصليح حالة المستشفيات العمومية، على خاطر ما عندنا حتى شيء في قطاع الصحة ينجم يقيم معناتها ينجم تقوم عليه الصحة متاع المواطن البسيط وصحة الناس الكل اللي هي حق من حقوق الإنسان، مع أن حتى مكسب أهم وأبجل من قطاع الصحة العمومية اللي هو ملك للناس الكل، ومن مصلحة الناس الكل أن نحاولوا نصلحوه ونقدموا به. شكرا لك دكتور عمر العباسي، شكرا لك وبالتوفيق لكم. شكرا يا شكرا، اللقاء ويوم سعيد لكم مستمعينا. مازلنا مواصلين في حكاية الناس، نرجع لكم بعد شوية.